السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي صحابنا وأحبابنا وعشاق الطبيعة. هاشكي كتشوفوا طريقنا إلى شفشاون وبالضبط إلى أقشور. نتمنى من الله الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وتفاعلوا معنا في القناة بالضغط الزر إعجاب وتفعيل الجرس. شوف كي جلسنا لتحت وشربنا الشاي مع الاخوان، راه فينا الفوق وجزنا مع هاد الشلال كي كتشوفوا، ما شاء الله جميل ورائع كي كتشوفوا. ما شاء الله هاد الشلال كاع ما شفتو انايا، الشلال كاع ما شفتو انايا، ما شاء الله هاد الشلال جميل والجميل جدا. وغتشوفوا معنا الجلسه اللي غتشوفوا هانتوما كي كتشوفوا، جميلة 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 ما شاء الله. شوف الجلسة، شوف الجلسة هنايا، ما شاء الله ما شاء الله، رائعة رائعة كي كتشوفوا، رائعة. الشاي المغربي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل 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 جميل، رائع 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 رائع. هكذا 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 هكذا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كي كتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله، سبحان الله. سبحان الله سبحان الله، هذا المنظر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميل 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 جدا، رائع. بلادنا المغرب عز عز، البلاد المغرب نعمة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عبيد المكان هذا موجود فيه الحاني الحين كنظن، والله اعلم يكون شي واحد مترصد كيشوفني. المهم انا الحالي في هذه المنطقه العجيبه الغريبه الرائعه الخلابه، كل الحالي انا واحد ثاني هو خرير المياه، ما شاء الله ما شاء الله، منظر جميل. اسمحوا لي على سرعة الفيديو حيث منظر جميل، بغينا نوصلوا لحد المكان اللي بعيد ان شاء الله. كي كتشوفوا منظر رائع وجلسة عائلية في المستوى، والحمد لله هذا المكان هذا كيزهر السياحة العالمية ماشي غير الداخلية، والحمد لله الأمن قاضي الشغل ديالو كي كنقولو كيأدي الأمانة ديالو، والحمد لله. هانتوما كي كتشوفو الطريق شوية صعبة في هاد الجبال، وسمحولنا على هاد التصوير
يقدر يكون ماشي في المستوى. تمتعوا مع راسكم بالمنظر الخلاب بطريق بشلالات اقشور. انتم كي كتشوفوا هذه المنطقه جميله، انتم تمتعوا الناس اللي في الفيديو، وحنا نتمتعوا بتمارة. الله ولا اله الا الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله منظر جميل وخلاب. حط خافيته شوفوها معايا. هانتو كي كتشوفوا طريق الشلال الكبير اقشور، هنا في الطريق. نتمنى من الله نوصلوا له، حيت الوقت ما يقدر ما يكفيناش. انتم كتشوفوا هاد المياه ما شاء الله ما شاء الله، جميل 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 ما شاء الله. طريق رائع ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. شوفوا الطريق والصوبة الدرج بالخشب، الطريق هنايا مخفية سبحان الله. ميسر الأمور، الله يسر الأمور الجميع. كما كتشوفوا انتما كي كتشوفوا الشلالات الرائعة، صنع الله سبحانه وتعالى، ماشي صنع الإنسان. كما تشوفوا المطبخ اللي كتكون مزدهرة في الأيام الصيفية. وهذا الفاكهة هذه راها ديال الأكل، ثم كي كتشوفوا جميلة ورائعة. وجاو شجر البلاط إلا كتشوفوا، هذا شجر البلاط. انتما كي كتشوفوا حبوب البلاط موجودة. ما شاء الله الجو رائع رائع جدا. مهم هذه طريقنا الى طريق اقشور، طريق الى شلال اقشور الكبير. هنا كنرجعو كنلقاو بعد البناية هنا الصور. سيري الامور مزيان. انا كنمشيو بحد السرعة باش نشوفو المنطقة الفوق ان شاء الله باذن الله. انتما كي كتشوفو هادشي اللي كتشوفو دابا راني مكنشوفوش انا، غير المهم كنصور لكم. ما شاء الله ما شاء الله الجو رائع. اوه هاد المكان حق مكان سياحي، هنا مكان تغذية والطواجن المغربية. وما شاء الله كي كتشوفوا الجو رائع جدا. انتم كي كتشوفوا في هذا الجو ما شاء الله ما شاء الله. كي كتشوفوا في هذا الجبال ما شاء الله منظر جميل ما شاء الله منظر رائع.
شاء الله. كتشوف واحد البيوت هذه ديال المطاعم، دابا البرد ايام الشتويه كتكون قليله من الزوار، ولكن كتشوفوا هنايا الجو رائع وهادئ ما شاء الله. كتشوفوا معنا دابا طالعين، حاولوا نسرعوا. ما شاء الله جبال رائعة، ما شاء الله ما شاء الله. كتشوفوا الجو رائع، الجبال أو ما شاء الله ما شاء الله. شو كتشوفوا هذا المنظر رائع من هذا الاتجاه، لا اله الا الله، كيداوي النفوس رائع جدا. نتمنى تحاولوا ما تركزوش على التصوير، راه التصوير راني غادي بسرعه وكنقول باش نرجع لعند الفامي ديالي اللي شويه كتبقى بعيده اللور، وانا خصني نرجع لعندهم. كي كتشوفوا Thanks.